صباح الفل، النهارده 16/11/2020، يعني اخر يوم للحجز في مسابقه لوردز كومبيتيشن. كنت نزلت لكم عليها من فتره، لاي حد حابب يكبر البراند بتاعه، حابب يكبر السوشيال ميديا، يعني يزيد متابعين الكلام ده. لو هو عنده موهبه، استحسن يكون عنده موهبه، يعني لو عنده برضه مطعم وكده عايز يعني فولورز كتير. انا عندي فولورز كتير، المطعم بتاعي يخش دلوقتي على لوردز كومبيتيشن ويكلمهم، عشان اخر يوم للحجز في المسابقه النهارده. طبعا فيها متابعين حقيقيين 100% وزياده مضمونه 200%. طب يعني فين هيكل هتنزل الفيديو اللي نازل الساعه 12؟ طب راحت. طيب يا جدعان، الفيديو اللي كان نازل الساعه 12 مش هينزل الساعه 12 اللي فات، يعني اللي هو كان المفروض ينزل 12 بس نازل الساعه 8. عايز اقول لكم ان الفيديو ده طبعا احنا ما نزلناهوش الساعه 12 ليه؟ حاجه، لان الناس كتير بعت رسائل ان هم في المدارس، وناس كتير بعت رسائل ان هم في الجامعات، وناس كتير تفوقين يا جماعه، ربنا يبارك لهم. ماشي، قال يعني بقى ايه، اتفرجوا يا عم هناك يا عم في الجامعه ولا في المدرسه، عم تفتح موبايلك كده وروق على حالك. طيب الفيديو هينزل الساعة 8 بالظبط. فكرة الفيديو هسيبكم تتخيلوها كده وتتخمنوها، الستوري اللي جاية واللي هيقولها صح على ان عملت زوم فجأة عظمة العظمة. احنا بدنا نتوزن بالذهب، في مثل بيقول لك ان انت وزنك ذهب والكلام ده، فاحنا قررنا النهاردة ان احنا نخلي وزننا كوينز. قلنا النهارده نجمع 100 كيلو كوينز، بس تفتكروا عملناها ولا لا؟ 100 كيلو كوينز يعني انت بتتكلم في كام؟ 1000 جنيه. كتير كتير قوي قوي قوي. تفتكروا عملنا الفكره دي ولا لا؟ هيبان، كله هيبان. انا قلت الحقوا بس بدل الناس اللي قعدت تهبط في المسجات ديت، عشان بس تقريبا هيوقع من كميه الهبد اللي حصل. فالنهارده الساعه 8 على اليوتيوب، 100 فكره الفيديو تجميع 100 كيلو كوينز. Money, machine.